Oh my god. Oh my god, I love this. Hola everyone. اليوم رح جرب هيدي المنشفة، هيدي الفوطة، هيدي الشقفة اللي هي The Makeup Eraser. انا ما كنت صراحة سامعة ابدا عنها. Feel 22 بعتوا لي اياها، بتجي بهيدي العلبة وبطلبوا منكم لاول مرة تغسلوه يعني تحطوه بالغسالة للشقفة، بعدين بطلبوا منكم تحطوه لمي سخنة، مش سخنة يعني warm فاترة وتستعملوها. فإذا عبالكم تشوفوا كيف رح شيل هذا الميك اب لوك بهيدي الفوطة لأول مرة، ولا مرة بعد مستعملتها، وتشوفوا رأيي فيها. keep watching. بليز ما تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات، الاسم هو beauty by دطلما. let's go. اوكي سو طلعتها من هون مي سخنة بس رجعت سقعت، فما بعرف شو الفكرة. حبلش أول شي شيل الرموش. اوكي قلت مش على ميك اب رموش. اوكي هيدا فول فيس يعني مكترة كل شيء. اوكي فراح شوف اذا عن جد هيدي الفوطة بدها تشيل الميك اب القوي، يعني مش انه افري داي ميك اب مع الجلتر مع كل شيء. حاسة حتكون خطفة بس ما بعرف. اوكي ليتس جو. صارت مسقعة ما بعرف اذا لازم. او ماي جاد كثير حاسة شيء غلط. حبلش بالحمرة. بيطلب منكم تعملوا circular motions يعني هيك حركة دائرية. هون الليبستيك وهون الفاونديشن. فيها microfibers هن اللي بيسحبوا الميك اب. اوكي so far so good. في ميلة كتير صغار، في ميلة طوال. حجرب هلا ميلة صغيرة. يا ريت لو بعده الهايلايت. واو لا بتشيل كل شيء. بس عم بتشيلهم كتير بسرعة. اوكي شلت كل الوجه وما كثير اخذ معي وقت، ما كثير حفيت. ما بعرف مستغرب الوضع شوي، يعني اول مره في ميك اب بمنشفه. لنشيل العيون هلا لنشوف. اوف حتى اي لاينر شلته مبين، حتى كحل بقلب عيني. نشوف اذا بتشيله. اوه ماي جاد اوه ماي جاد جايز اوه ماي جاد مش عم صدق. اوه ماي جاد مش عم صدق. This is so cool. لعيني حاطة ماسكارا وحاطة اي لاينر، حاطة كحل بقلب العين وحاطة جلتر اي شادو. قايلين على العلبة انه فيكم تستعملوها اكثر من 100 مرة. او ماي جاد راح كل شيء. وات ذا هيك او ماي جاد. بعدني مش عم صدق انه شلت كل شيء بفوطة، ليترلي بفوطة. يعني ما بعرف اذا مبين عليكم، مبين شوي انه في ميك اب، مبين في كثير ميك اب. عادة على الكوتن باتس بيكون في كثير ميك اب. هلا اخذت ماي فيفورت ميك اب ريموفر اللي هو غارنييه ماي سيلر واتر. رح مسح شوف اذا بعد فيه. اوكي مسحت وجهي، في بعد ميك اب، في بعد فاونديشن. مسح عيني. بس شيلت الماسكارا يعني ما حفيت كثير. هلا انا ما كنت كثير مكتره ماسكارا، يعني كنت حاطه رموش بس شلتهم بعد في شوي. يعني بتصور لازم تمسحي وشكم من بعدها. او ماي جاد مش عم صدق. اوكي جايز للي ساكنين بلبنان موجوده على فيل 22 اكسكلوسيفلي على فيل 22. بعد انا بعد ما بعرف، بس انه انا بعد ما شفتها محل ثاني ما كنت حتى سامعه فيها.
موجودة على فيل 22 حقها $30 مع الكود تبعي اللي هو لما فيل 22، رح احط لكم الكود تحت كمان بالديسكربشن بوكس، بتدفعوا يعني $27. قايلين على الورق انه فيكم تستعملوها up to 100 times، يعني فيكم تستعملوها اكثر من 100 مرة، فاكيد بتوفروا وتصور من انه تشتروا كوتن بادز، يعني هون القطن وميك اب ريموفر وتعملوا. هلا بشرتي ناشفة لانه في بس مي، سو اكيد 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 بدي ارجع، اذا هلا مثلا بدي فوت نام بدي ارجع احط الاويل تبع او السيروم او الهايدريتنج كريم او الماسك او شو ما كان، لانه هلا منشفه بشرتي، سو ضروري هذا تعملوا هذا الشيء. بس اتس ا بيج يس، اتس ا بيج يس، بتصور انه حتصير استعملها، حاستعملها اكثر من مره، واكيد تابعونا على سناب شات وعلى انستا لتشوفوا كيف رايي فيها او كيف عم بكتشف قصص احسن فيها، فحبرجع اغسلها وحبرجع استعملها اكيد، ف that's a big yes. So guys، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفكرة، انا كتير انبسطت وكتير استغربت من انه بس عن جد بشقفة قدرت شيل الميك اب. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب هون لتعرفوا امتى عم ينزل فيديوز، و thank you for watching. Adios.